صباح الخير نسق برا. صباح الخير عليكم. شافوا الماء غيحمقوا. صباح الخير من السوق برا، كيف صباحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ عاودنا السوق برا. انا وبا. صباح الخير كمامه طبعا. كيف صباحتوا؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كل شيء مزيان. انا جيت السوق برا انا وبا والعواويف حضويره ديال شي صخيره ونمشي. رايدك ازيه دريتك راه زينا مع بعض. خصات العفل ما شافت الماء. مشي زيد مشي مشي النافوره مشي. ها هي ها هي. دخل معايا السوق برا. السوق قديم هذا اللي نوريه لكم. السوق قديم ولكن سبحان الله السوق راه فيه متعة. هيا الدخلة ديالو كنصور راسي. أره هيا الدخلة ديالو. هاد الشباكية ديال مراكش قديمة اللي كيعرفو. ها الدخلة غوني ما نصورها هادي الهندي والورقة. يا نزيه وين الزيتون عشق. وطبعا كيشوف اللحم اول حاجه عنده هي اللحم. شوف هذا الباكور قلت الله. هذا الغدان قلت هذا زوجي داك ماشي متحديش. قلت الله هذا تنصور. يلا شني شني هاد الماكله ولا هذا الطياب؟ زيتون بجوج بجوج. نديو هيدا وهيدا. نديو كحال و طوماط سوغيس موجودة تبارك الله. بغيتي ندي هنايا باس صابون و ما نقدرش نهزو هادشي كامل ياك من الطوموبيل. هاد البلاصه مش من سنه. هاد البلاصه مش من عام. شنو البلاصه هادي مش من عام وهي كاينه؟ هادي من الاربعينات. اربعينات هادي. ومن غدي الزيتون با باقي ما جبرتيه؟ اجي ها هو عطينا. اجي اجي من غادي ديبا؟ غادي عملنا عطينا مكحل. هذا هذا كحل سي هذا 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 التو هذاك ولا نديو بالديبا؟ هذاك بلدي مزيون. عطينا من بلدي. عملنا نص من هنا ونص من هنا. شوف هاد الغوطه سوا. شوف شوف فكا فكا. عملنا نص من هنا ونص من هنا. عملنا نص هيدا ونص هيدا. زينه ما نجيبكش معايا. زينه هذا نص كيلو ياك. من اخو ربا غادي عملنا نص هنا ونص هنا. وعملنا هذا الماكله الخضراء الماكله. هذا اللي هذا اللي معاه الخضره نص كيلو. هذا الزيتون بالربيع والثوم. لا هو تعملنا راح عمل له واحد نص كيلو من هذا الربيع والثوم. ودي ماما هذاك ضد الطياب ضد التخدير ربا. الليمون عند ماما الليمون مرقب. هذا التو نص كيلو ها. امبا ها. انا عم نسكنو الطياب
بلاصه. واه عملت هذوك فيه فلاسيات هذوك اللي مهرستين. عملنا شي حاجه نتمنى واحد يشرب شي ميكا. واحد 5 درهم ديال الهريسه. واحد جيب ليمونات. ليمون. يا اخر ديك الفلفل اللي اخرى هذيك. هذيك اخرى اللي حداها ماشي فلفل هذيك. هذه هذا الزيت. الزيت قد هيدا صوار كيبان مهرس هنا هذيك فلفل رومية قيسة زكية شو هذا الزيت؟ لا قيسة با عندك طيحة زوينة مزيوان الماكلة هذا ربي طحت لي جزارة ليمون ليمون حاجة ليمونات مزيونين بلدين جوج بلديين وحدة هذه زاوية الزيتون اه زاد واه شنو ياخذ ربا صافي صافي زكي هلا وين نرجعوا عاوتاني ماشي بعادين احنا بعادين قزرة كولي اه كا 5 درهم شوفوا مول الزيتون وري انت وري بري وري شوفوا مول الزيتون شوف بنتي كتعجبها جاده كتعجبها جاده برشا عطاها بلاستيكه عامره بجاده يلا زير شني هذيك هذوك العطيمات هذوك العطيمات هاري ندخلهم بلاصه حق بلاصه اللي ما خاويه حيت اليوم جمعه بلاصه غير حلوه عندك اوليدي تزلق ابا هذه بلاصه ديال الحوت ولكن خاويه جمعه اليوم شني شني جمعه ما كاينش الحوت ها اجي زيد شو تبارك الله يقطع تينا شنو هذوك بيطات؟ بيطات هذوك تبارك الله هي السمكة العنيدة هي هادي شو الكبدة؟ ما كتنكش الكبدة ديالها يا الكبدة هذا اش حطوا فيها 40 درهم 70 شكلها هذيك كتكون راب والطاجين ديالك يا هي هذي واش الطاجين هذيك فالطا كيفاش كيجي؟ هذي فحم ولا بلانش فحم ولا بلانش هايداك حتى هذي مزيته بعدا هذي مزيته طبعا انت اللي دابا راك كراسا مزيان لا دابا انت راه معلم راسا انا قلت لك هادي بلانشا ولا لا فحم ولا بلانش يا كمان شكلها بين طريسك الطاجين كيجي به واعر ويدم واقيلا ويدم السلام عليكم هذا الدنيا راه ما كيعرف لون الطاجين يتقطع كيفاش يجي الطاجين ولا والله جبتي سيرة خويا الله يرحمني يدم في الصحة زينة راه نوعية نوعية هي هي عرفتك انا خرجنا من بلاصة بلاصة خاوية يلا عشرة ها هو الصابون بلدي ها هو شي حاجة ما تنساش شي قامة بكيها لا والو أنا ما في بالي والو ماما ما في بالي والو أنا ما قالتش اش تحنوا قهوه
نحن قهوة. المحل قديم. السلام عليكم. كاريا الحقيقية ما بقتش كذبة. كيفاش؟ وأرابيكا؟ أما أرابيكا عملنا شي 4 كيلو. يلا. السياسة كيف جيبوا يتفرجوا؟ فاش غيتفرجوا؟ باقي ما يعرفوش هما. ديزني.